إخلالات تنظيمية وإجرائية تعيق السير العادي للخدمات بمينائي حلق الوادي ورادس تستدعي حلولاً عاجلة لتطوير أنشطتهما. اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر يدعو إلى تشكيل مجلس رئاسي يشرف على المرحلة الانتقالية الجديدة وعلى الانتخابات التشريعية المقررة في جوان القادم. 17 قتيلاً في هجوم مسلح جديد على قرية شمال شرق نيجيريا وردود فعل دولية منددة بأعمال العنف في البلاد. نشرة الأخبار من القناة الوطنية الأولى، مشاهدينا مرحبا بكم. مكنت وزارة الداخلية صباح اليوم الفلسطينيين الذين كانوا بفضاء العبور بمطار تونس قرطاج من تأشيرات دخول إلى التراب التونسي لمدة شهر كامل، وذلك برغبة منهم أمام عدم تمكنهم من مواصلة الرحلة نحو ليبيا أو أي دولة أخرى. الوزارة أشارت إلى أنه تم توفير أماكن إقامة لـ30 فلسطينيا وصلوا منذ 17 من ماي الجاري إلى مطار تونس قرطاج قدوما من بيروت في اتجاه مدينة بنغازي الليبية. أدى رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة أمس زيارة فجئية لمينائي حلق الوادي ورادس، زيارة كشفت عديد النقائص وسجلت عديد الإخلالات. تعتبر الموانئ البحرية أهم الواجهة الاقتصادية لتونس، حيث تعبر منها نحو 90% من المبادرة التجارية من وإلى تونس. ميناء حلق الواد ورادس اثنان من أهم الواجهات البحرية التونسية، يحتاج العمل فيهما إلى مزيد التطوير. فقد قرر رئيس الحكومة المؤقتة المهدي جمعة عقد جلسة عمل وزارية بحضور كافة الأطراف المسؤولة في ميناء حلق الواد ورادس، وذلك لاتخاذ القرارات اللازمة من جهة وتكوين خلية أزمة تضم ممثلين عن وزارات المالية والنقل لإعداد تقرير حول الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل حسن سير المينائين من جهة ثانية. يأتي ذلك بعد معاينته أمس لعدد من الإخلالات في سير هذه المرافق خلال زيارة فجئية. البلاد قاعدة هابطة وإحنا قاعدين كل واحد يلقى لي سبب باش يتخبى وراه. لا لا لا، أنا كي نعمل مشي في المغازان كي فكا سكة تسقط. عمري بحياتي زرت تقريب 1000 مستودع، بالمستحيل تخلق مستودع كيفك، وذا المستودع اللي فيه أكثر كوادر وناس معناها دو تري بون نيفو. مستودعات تعملوا لهم زيارة تشوفوا مستودعات ساعات عباد ما عندهمش نيفو ديتود اللي عندكم، تشوفوا كيفاش كي تدخلوا قطعة قدك تكوردو 100 مليم تلقاها تخاسي. مستوى تعاقب المعلومات الخاصة بالبضائع لم تكن الإخلال الوحيد المسجل خلال هذه الزيارة، فقد سجلت عديد النقائص أهمها الوضع المزري للمحجوزات وتراكمها، وهو من شأنه التأثير سلبا على سير نشاط الميناء وأعطى صورة مغلوطة للمستثمرين الأجانب حول الخدمات المزدة لهم والمجهودات المبذولة من أجل تشجيعهم على تكثيف المبادلات التجارية مع تونس. كما سجل بطء الإجراءات الديوانية المعتمدة بميناء حلق الواد أثناء توريد أو تصدير السلع، وسوء استقبال المواطنين التونسيين بالخارج لدى تفقد أمتعتهم، والتي كانت محل تشكيات واردة على رئاسة الحكومة من قبل المواطنين والمستثمرين التونسيين والأجانب. انفورماسيون لازم نقراها طول، مدير الديوانة ومدير ومدير ومدير، ما فما على الأقل باك بلوس 50 تو خدموا وبود 20 مينوت ما خرجوليش معلومة. انديفيرونس توتال. ومن المنتظر أن تقوم خلية الأزمة المنتظرة بالنظر في تطوير أداء الموانئ عبر مراجعة كيفية العمل بها وتطوير منظومتها القانونية. مشروع مسرح الهواء الطلق بمنطقة بوحسنية من ولاية سوسة الذي من المنتظر أن يستقبل 5000 متفرج توقفت أشغال إنجازه منذ 9 أشهر لأسباب أكدت الجهات المختصة أنها عقارية بالأساس. مسرح الهواء الطلق بسوسة بمدارجه وخشبته الفسيحة لا يزال مخططا على الورق بعد إيقاف أشغاله منذ حوالي 9 أشهر، والإشكال عقاري بالأساس. مشروع يتسع إلى 5000 متفرج، الكلفة متاع المشروع هي 2 مليارات. انطلقنا احنا في الأشغال حاليا، توقفنا على الإنجاز لأسباب عقارية، الجهات هنا بصدد حل الإشكالية العقارية. وزير الثقافة مراد الصقلي عاين الفضاء المفترض للمشروع والتقى عددا من القائمين على تنفيذه على أن ينتهي إلى صيغة توافقية لاستكمال الأشغال.
احنا وزارة الثقافة احنا ممولين نتاع المشروع هذا، وبطبيعة الحال التنفيذ لوزارة التجهيز، وثم تعاون كبير ياسر من وزارة الثقافة وزارة التجهيز باش نلقاو حلول للمشاكل كل بقدرة ربي. الوكالة العقارية للسكنة لا لا فاش هي اللي ثم بعض الإشكالات قاعدة تحل فيهم مع بعض المواطنين. هذا مشروع إضافي سوسة حشتها به والمسؤولين في سوسة حشتهم به والمواطنين يستناو فيه. مسرح في الهواء الطلق مشروع تحول دون استكماله مشاكل عقارية ورصدت أمواله من قبل وزارة الثقافة على أمل أن تستأنف أشغاله قريبا لتعزيز مكونات المشهد الثقافي بسوسة. أخبارنا العربية والدولية نبدأها من ليبيا، ففي بيان تلفزيوني دعا اللواء الليبي المنشق خليفة حفتر إلى تشكيل مجلس رئاسي يشرف على المرحلة الانتقالية الجديدة وعلى الانتخابات التشريعية المقررة في جوان القادم لتجاوز الأزمة التي تعرفها البلاد، متهما المؤتمر الوطني العام والحكومة الليبية بدعم الإرهاب ورعايته. طالب لواء المتقاعد خليفة حفتر المجلس الأعلى للقضاء بتكليف مجلس أعلى لرئاسة الدولة من أبرز مهامه تشكيل حكومة الطوارئ والإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة. حفتر أوضح في بيان بثته عدة قنوات تلفزيونية ليبية أن المجلس الرئاسي سيسلم السلطة فيما بعد للبرلمان الليبي المنتخب، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أعلنه من جانب واحد سيهتم بالأمور الأمنية خلال المرحلة الانتقالية والمرحلة التي تليها. اللواء المتقاعد المنشق برر عملياته العسكرية الأخيرة في البلاد والتي اعتبرتها الحكومة الليبية انقلابا على السلطة بتحول ليبيا إلى وكر للإرهابيين الذين باتوا يسيطرون على أجهزة الدولة على حد تعبيره بسبب فشل المؤتمر الوطني العام في تنفيذ مهامه. وللأسباب نفسها أعلن وزير الثقافة الليبية البارحة حبيب لامين دعمه للعملية العسكرية التي يقودها اللواء حفتر ليكون أول وزير في الحكومة الانتقالية يقدم على هذه الخطوة علنا، فيما نفى وزير الداخلية الأخبار التي راجت حول مساندته لتلك الحملة العسكرية. تطورات الأوضاع في ليبيا ستكون اليوم محور اجتماع على مستوى المندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية بحضور الأمين العام للجامعة نبيل العربي ومفاده الخاص إلى ليبيا ناصر القدوة، وذلك لبحث سبل التناول العربي لهذه الأزمة استعدادا لعقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية لم يحدد موعده بعد. اللواء خليفة حفتر عاد إلى الواجهة في الأزمة الليبية بعد تحركات ميدانية كان لها أثر على الوضع في البلاد، وفي هذا التقرير لمحة عن حياته العسكرية والسياسية. بعد بروز وأفول قبل الثورة الليبية وبعدها يعود اسم اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر للظهور من جديد كأبرز اسم يعنون الصراع الدائر في ليبيا هذه الأيام، وكأبرز التحديات التي تواجه حكومة ما بعد الثورة والتي تتهمه بأنه منشق مدفوع بشغفه من أجل السلطة. حارب حفتر في البداية لصالح العقيد الليبي معمر القذافي، إذ كان جزءا من الكوادر الشابة لضباط الجيش الذين استولوا على السلطة من الملك إدريس ملك ليبيا عام 1969، وظل حليفا وثيقا للقذافي طوال هذه السنوات لينقلب عليه بعد أن منيت ليبيا بهزيمة على يد القوات التشادية، وأسر التشاديون اللواء حفتر و300 من جنوده سنة 1987، وتنكر القذافي لحفتر ما دفع الأخير طوال العقدين التاليين إلى تكريس الجهود للإطاحة به. عاد اللواء حفتر مثله كمثل العديد من الليبيين في المنفى إلى بلاده خلال الثورة ضد القذافي، ونظرا لخلفيته العسكرية سرعان ما أصبح واحدا من القادة الرئيسيين لقوات المعارضة الليبية في الشرق، لكن العديد من المعارضين أبدوا شكوكا واضحة تجاه مشاركته بسبب تاريخه في تشاد واتصالاته مع الأمريكيين. وبعد سقوط القذافي بدأ اسم حفتر يخبو مثل العديد من الشخصيات التي عملت في نظام القذافي وانضمت إلى الثورة. وفي فبراير 2014 ظهر حفتر من جديد في تسجيل تلفزي يطرح فيه خطة لإنقاذ البلاد حسب تعبيره، ودعا الليبيين إلى النهوض في وجه البرلمان المنتخب المؤتمر الوطني العام. ومنذ ذلك الحين حظي حفتر بتأييد جماعات ليبية متنوعة لحملته ليدعم طرحه بتحركات ميدانية تشهدها ليبيا هذه الأيام. ووصف حفتر عمليته العسكرية بأنها انتفاضة ضد ما سماها الحكومة التي يسيطر عليها الإسلاميون. وبين انقلابي وبطل مقاومة الإرهاب يتلاقى حفتر مع العديد من الليبيين ويختلف مع آخرين ممن عبروا عن ضيقهم من استخدام القوة في حل نزاعات سياسية ويفضلون الانتظار حتى انتخاب برلمان جديد.
في آخر تطورات الأزمة النيجيرية، تعيش نيجيريا على وقع تفجيرات متتالية وأعمال عنف خلفت عددا من القتلى، وقد ندد المجتمع الدولي بهذه الأحداث الدامية وأكد دعمه لنيجيريا. من جانبه أعرب رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي في برقية تعزية تضامنه مع الرئيس النيجيري جودلاك جوناثان، منددا بالعمليتين الإرهابيتين الأخيرتين، وأكد وقوف تونس مع أهالي التلميذات المختطفات من جماعة بوكو حرام الإرهابية. على خلفية التفجيرين اللذين وقعا وسط نيجيريا واللذين أوديا بحياة 118 شخصا، سارع الرئيس النيجيري جودلاك جوناثان إلى التنديد بالتفجيرين واعتبرهما هجوما مأساويا على الحرية الإنسانية. وقد أفادت الأنباء الواردة من نيجيريا بمقتل 17 شخصا في هجوم شنه مسلحون يشتبه في انتمائهم لجماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة على قرية شمال شرقي البلاد. ويأتي هذا الهجوم بعد يوم من الانفجارين وسط نيجيريا. هذا الهجوم الدموي الذي قامت به جماعة بوكو حرام ينضاف إلى عملية اختطاف التلميذات النيجيريات. سلسلة من أعمال العنف قالت بشانها سفيرة نيجيريا لدى الأمم المتحدة إنها تتوقع أن تعلن الأمم المتحدة جماعة بوكو حرام المتشددة جماعة إرهابية، وأن تفرض عليها عقوبات بحظر الأسلحة وتجميد الأصول. تطورات ميدانية وانفجارات دموية خلفت قتلى وجرحى في صفوف النيجيريين، قابلتها مواقف وتصريحات تستنكر أعمال العنف في هذا البلد. فمن جانبها أدانت الولايات المتحدة الأمريكية بشدة هذه التطورات الدامية، ووصفت مقتل المواطنين وخطف عشرات الفتيات على يد بوكو حرام بالعمل الإرهابي، مطالبة الحكومة النيجيرية بتقديم المتورطين في هذه الأحداث إلى المحاكمة. أما الصين فقد استنكرت كل أحداث القتل وأعمال التطرف العنيف حسب تعبيرها، وقالت أنها تعد الشريك الاستراتيجي لنيجيريا وستواصل الدعم القوي لهذه الحكومة لبذل جهود لتحقيق الأمن القومي والاستقرار الإقليمي. إيران من جهتها أدانت التفجيرين الإرهابيين الأخيرين اللذين وقعا وسط نيجيريا، كما حثت على نشر السلام والأمن والهدوء في هذه الدولة الإفريقية. يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على قرار يقضي بإحالة الجرائم التي ترتكبها أطراف النزاع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، التي ستحقق في احتمالات وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في هذا البلد الذي تفتته الحرب للسنة الثالثة على التوالي. وكانت روسيا أكدت معارضتها مشروع القرار ونيتها استخدام حق النقض ضده، وينتظر أن توافقها الصين في هذا الموقف. في حصيلة مرشحة للارتفاع قتل 31 شخصا وأصيب أكثر من 90 آخرين في انفجار شهدته عاصمة إقليم شينجيانغ غربي الصين. وحسب التلفزيون المركزي الصيني فإن الانفجار نجم عن صدم عربتين مجموعة من الأشخاص في سوق بمدينة أورموتشي وإلقاء متفجرات من العربتين فانفجرت إحداهما. وحسب جهاز الأمن العام الصيني فإن الحادثة يعد عملا إرهابيا عنيفا. في أوكرانيا يبدأ العد التنازلي لإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الأحد القادم في مسعى لاحتواء الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ عدة أشهر والحفاظ على استقلاليتها. وتوازيا مع هذه الاستعدادات هددت الولايات المتحدة الأمريكية بتشديد العقوبات ضد روسيا إذا عملت موسكو على تقويض الانتخابات الرئاسية المقررة في أوكرانيا. آملين في أن ينجح تنظيمها وتساعد في إعادة الاستقرار إلى البلاد والحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها، يستعد الأوكرانيون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المزمعة يوم الأحد القادم، وذلك بعد 5 أشهر من الاضطرابات وأعمال العنف التي تعيش على وقعها عدد من المدن الأوكرانية. سنذهب للتصويت، ما من شك في ذلك، سنتبع رسالة الشعب، يكفينا ركوعا وعلينا أن نستعيد كرامتنا، سنصوت جميعا. أنا من سلافيانسك من منطقة دونيتسك، جئت لزيارة كييف، ورغم أنه يمنع علي وعلى عائلة التصويت في هذه المدينة فإننا نأمل في أن نسافر لمنطقة خاركيف للتصويت هناك.
وفي انتظار موعد هذا الاستحقاق الانتخابي، هددت الولايات المتحدة الأمريكية بتجديد العقوبات ضد روسيا إذا عملت على تقويض الانتخابات الرئاسية المقررة في أوكرانيا. فقد حذر نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد اجتماع مع الرئيس الروماني خلال زيارة تأتي في إطار مساع أمريكية لطمأنة حلفائها الأوروبيين والتأكيد على دعمها لهم في المواجهة بين الغرب وروسيا حول أوكرانيا. حذر بايدن من أن تقويض الانتخابات الأوكرانية سيجلب على موسكو عقوبات أشد. يأتي هذا التهديد في وقت أعلن فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين أن قوات بلاده مستمرة في انسحابها من الحدود الأوكرانية بعد مشاركتها خلال الأسابيع الماضية في تدريبات عسكرية بمقاطعات غرب روسيا والعودة إلى أماكن مرابطتها الدائمة. وأكد بوتين أن هذا القرار اتخذ لتجنب المزايدات خلال الانتخابات الرئاسية القادمة في أوكرانيا وتوفير ظروف ملائمة للاقتراع، مشيرا إلى أنه مرتبط بإقامة الاتصالات الأولى بين سلطات كييف وممثلي جنوب شرق أوكرانيا. في زيارة هي الأولى من نوعها منذ توليه منصبه سنة 13 و2000، يزور وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الجار المكسيك. وقد ناقش كيري مع الرئيس إنريكي بينا نيتو سبل التعاون في قطاعات التعليم العالي والنهوض بالنمو الاقتصادي والتجاري والتعاون الأمني بين البلدين. في مدينة ساماتش البوسنية، بدأت فرق الطوارئ ضخ مياه الفيضانات إلى نهر سافا بعد هطول كميات من الأمطار الغزيرة على منطقة البلقان. وقد منع ارتفاع منسوب المياه التي غمرت المنازل سكان عديد المناطق من الوصول إلى منازلهم، كما انطلقت عملية تنظيف واسعة في المدن التي تراجع فيها منسوب المياه تخوفا من انتشار الأوبئة. وكانت الفيضانات في كل من البوسنة وصربيا وكرواتيا تسببت في مقتل 40 شخصا على الأقل وتشريد مئات الآلاف. في أخبار الرياضة، أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة في بلاغ اليوم عن تأجيل مباريات الجولة 9 قبل الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية الخاصة بمرحلة الصعود إلى يوم 26 من ماي الجاري، بعد أن كانت مقررة ليوم السبت 24 من الشهر الجاري. من أخبارنا المتفرقة، ربما يكون أمرا عاديا أن تشهد قاعات متحف التاريخ الطبيعي بلندن عرض حيوانات محنطة، ولكن أن يشمل العرض فيلا صغيرا مات قبل حوالي 42 ألف سنة تم العثور عليه من قبل أحد رعاة غزال الرنة وأولاده عام 2000 قبل 7 سنوات، فذلك أمر يستدعي الانتباه. وقد تم إرسال الجثة إلى متحف في روسيا لفحصها، حيث أكد الخبراء أنها أنثى وأن عمرها كان شهرا واحدا عندما توفيت منذ 42 ألف عام. وأرجع العلماء بقاء جسد الفيل بشكل جيد إلى أنه دفن في الطين الرطب الذي تجمد، وهو ما منع الأكسجين من أداء دوره في تحلل بقايا الجثة. ويبلغ ارتفاع الفيل الصغير المنقرض 85 سنتيمترا وطوله 130 سنتيمترا، وتم عرضه من قبل في متحف بروسيا وفي معارض بكل من شيكاغو وهونغ كونغ. اكتشفت جامعة سوانسي البريطانية باستخدام الأشعة المقطعية بقايا محنطة لجنين عمره 16 أسبوعا داخل تابوت مصري يعود إلى عهد الأسرة 26. وفي تقرير أوردته الجامعة، فإنه لأكثر من 40 عاما أحاط الغموض حجم التابوت الصغير وتصميمه غير العادي الموجود ضمن المعروضات في القسم المصري في متحف ويلز. وأشارت صحيفة بريطانية إلى أن التابوت وصل إلى بريطانيا عام 71 1900، لكن العلماء في ذلك الوقت اعتقدوا بأنه ليس أصليا، لذلك لم يهتموا بفحصه. لكن قسم علماء الآثار المصري بجامعة سوانسي عكفوا على دراسة التابوت حتى اكتشفوا أنه يحتوي على بقايا جنين، وأن التابوت نفسه يعود إلى ما قبل 600 عام قبل الميلاد. وقبل أن أودعكم إليكم تذكيرا بأبرز ما ورد في نشرتنا من عناوين: إخلالات تنظيمية وإجرائية تعيق السير العادي للخدمات بمنائي حلق الوادي ورادس تستدعي حلولا عاجلة لتطوير أنشطتهما.
اللواء الليبي متقاعد خليفة حفتر يدعو إلى تشكيل مجلس رئاسي يشرف على المرحلة الانتقالية الجديدة وعلى الانتخابات التشريعية المقررة في جوان القادم. 17 قتيلا في هجوم مسلح جديد على قرية شمال شرق نيجيريا، وردود فعل دولية منددة بأعمال العنف في البلاد. أشكر متابعتكم، إلى اللقاء.